صباح الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. دكتور باسم معكم، جراح تجميل. عم بحكي بهاي الشانل عن بعض الأغذية، حكيت عن سمر الدم أو سبب كورونا، وهلأ رح أحكي عن الفيتامينز. وكمان لا، بزمن كورونا كتير تعددت الفرضيات وكتير تعدد كذا، كل واحد له وجهة نظر وبالمقابل له معارضين على هذا الموضوع. عادة بالمجمل بالنسبة للعلاج، إذا شخص أصيب بفيروس كورونا بنعطى أنتيبيوتيك وبنعطى فيتامينز. عادة من الفيتامينز المرشحة كتير فيتامين دال، رح أحكي عنه اليوم مع سلسلة فيديوز عن فيتامين د. حكيت امبارح عن فيتامين بي 17. عادة الفيتامينز نوعين، نوع ذواب بالدسم، يعني بينحل بالدسم، بينقال له هيك اختصارا كيدا، كيدا يعني فيتامين كي اي، وفيتامين د دي، وفيتامين اي. وفي فيتامينز منحله بالماء، هي فيتامين بي والفيتامين سي. هلا اليوم نحكي عن فيتامين دال، اضافه الى انه نحكي عن كورونا. علاجه يضاف انه تاخذ زنك، رح نحكي عنهم بعدين. اليوم رح احكي عن فيتامين دال وعن نقصه، اسباب نقص فيتامين دال ومصادره الغذائيه. اسباب نقص فيتامين دال: على عدم التعرض لاشعه الشمس بشكل كافي، كثرة استخدام الواقي الشمسي لتجنب أضرار الشمس على أشعة الشمس على الجلد، وهذا بصراحة أنا ماني ضده. يعني ضمن بعض المناطق أنت ما فيك تتعرض للشمس لأنه رح تعمل دمج، فوتو دمج على السكين. ف أحد الأسباب أنه يا أما عدم التعرض للشمس، أو وقت بدك تطلع أنت مضطر تحط او تستخدم كريم واقي شمسي. يرتفع خطر الاصابه بنقص فيتامين د في الاشخاص ذوي البشرات الداكنه. يرتفع خطر الاصابه بنقص فيتامين د مع التقدم في العمر بسبب ضعف قدره الجلد والكبد والكليتين على تحويل فيتامين د الى شكل النشط، بالاضافه الى قله خروج كبار السن وتعرضهم لاشعه الشمس وقله تناولهم للحليب المدعم بفيتامين د والذي يعتبر المصدر الغذائي الرئيسي له. يرتفع خطر الاصابه بنقص فيتامين د في حالات البدانه، حيث ان فيتامين د الذائب في الدهن يختزن في النسيج الدهني، وكلما زاد حجم النسيج الدهني سحب فيتامين د من الدم. ترتفع نسب الاصابه بنقص فيتامين د في بعض الحالات الصحيه مثل امراض القلب ومرض امراض الانسداد الرئوي المزمن. عدم القدرة على امتصاص فيتامين د بشكل جيد بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل داء كرون، مرض كرون اللي وعدتكم نحكي عنه، وداء سيلياك، الداء الزلاقي. الداء الزلاقي اللي حكيت عنه بالسمر الدموية، وبديت حكيت ملاحظة بس عنه بالفيديو السابق أو حتى اللي قبله عن داء كرون. داء سيليك هو عدم تحمل الجلوتين، وربطنا بعض الزمر بالجلوتين وقصة قصة زمر الدم وعلاقاتها بالأغذية. هلا المصادر الغذائية لفيتامين د، برجع بقلكم حاولوا ادمجوا هالمعلومات. أنا ما فيني خصص لكم مثلا هلا وين موجود فيتامين د وشو بيناسبه بكل زمرة، حكيت من قبل الأغذية المناسبة بكل زمرة، هلا رح نحكي وين موجود فيتامين د. يعتبر زيت كبد السمك أغنى المصادر الغذائية بفيتامين د، كما يوجد بكميات بسيطة ومتفاوتة في صفار البيض والزبدة والقشطة. يمكن الحصول عليه من الأغذية المدعمة به مثل حبوب الأفطار المدعم به والعصائر والحليب المدعم بفيتامين د، ولكن تبقوا مثل ما قلنا حبوب الأفطار شو بتناسب أي فئة، والحليب إذا بيناسب فئة أو أو A، راجعوا الفيديو اللي قبله. يعتبر حليب الأم مصدرا فقيرا بفيتامين د، ولذلك يجب إعطائه للأطفال والرضع تحت أشراف طبيب. أما حليب الرضع الصناعي فيتم إعادة تدعيمه، ولا يحتاج الأطفال في حالات تناوله إلى مكملات فيتامين د الغذائية. تأثيرات أخرى لنقص فيتامين د: الاكتئاب، وهذا شيء مهم لازم تنتبهوا. حتى الاكتئاب أحد العوامل الأساسية له هو نقص فيتامين د.
العديد من الدراسات شافت العديد من الدراسات في شافت انه في علاقه بين نقصه وارتفاع نسبه الاصابه بالاكتئاب، تراكم الدهون والسمنه. العديد من الدراسات شافت انه نقص فيتامين د قد يرفع من فرصه تراكم الدهون في الجسم والاصابه بالسمنه، ارتفاع خطر الاصابه ببعض انواع السرطان، ارتفاع خطر تارخ الادراكي عند كبار السن، ارتفاع خطر الوفاه بامراض القلب والشرايين، ارتفاع خطر الاصابه بعدوى الجهاز التنفسي البكتيري والفيروسي، ارتفاع فرصة الإصابة بالربو كما وجد لنقص ارتباط مع حالات الربو الشديد عند الأطفال، يرفع نقص فيتامين د من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، يرفع نقص فيتامين د من فرصة الإصابة بارتفاع كوليسترول الدم. عرفتوا؟ في كتير أشياء لازم تنتبهوا عنها بالنسبة لفيتامين د. هلا الاحتياجات اليومية من فيتامين د تختلف حسب الفئة العمرية، وعموما الحاجة اليومية عند الرضع والأطفال والحوامل والمرضعات من 10 إلى 15 مايكروغرام، يعني من 400 إلى 600 وحدة دولية، وعند البالغين والمسنين من 15 إلى 20 مايكروغرام باليوم، يعني من 600 إلى 800 وحدة دولية. هذا الفيديو الخاص بالنسبة لفيتامين د. في أنواع، في فيديوهات تانية رح تنزل، تابعوني فيها لو سمحتوا. أهلا وسهلا، إن عجبكم الفيديو اعملوا لايك، فعلوا زر الجرس، اشتركوا بالقناة وشاركوا الفيديو مع غيركم. أهلا وسهلا، صباح الخير.